ابيض، يا نهار ابيض، اوبا، والهدف الثالث، والهدف الثالث. قالت معاك، قالت معاك يا ابو تريكه. هتتفرج على الماتش؟ اه ان شاء الله هنتفرج على الماتش. توقعاتك مين يكسب؟ ان شاء الله الاهلي اكيد. طبعا طبعا اكيد، حد في مصر ما يتفرجش عليه والزمالك؟ الزمالك هيكسب 2-0. الاهلي هيكسب يعني ان شاء الله. ان شاء الله 2-0 للزمالك. الاهلي، الاهلي اللي يكسب صح. الزمالك ان شاء الله يكسب، عشان هو يعني احسن من الاهلي في حاجات كتير، والاهلي يعني السنه دي مش زي الاهلي زي بتاع السنين اللي فاتت. ان شاء الله احنا هنكسب اكيد. ان شاء الله الاهلي هيكسب. ان شاء الله الزمالك هيكسب. ان شاء الله الزمالك هيكسب. الاهلي، اهلي اكيد. انا اتوقع ان اللي هيكسب بكره الزمالك، واللي هيجيب جون ايمن حفني اكيد الاهلي طبعا. ان شاء الله 2-0 للزمالك. 2-0 ان شاء الله. مين هيدخل الجول؟ باسم مرسي وايمن حفني. توقعاتك النتيجه؟ اهلي وزمالك ان شاء الله. الزمالك هيفوز ان شاء الله. ان شاء الله 2-0 للزمالك، باسم مرسي وحفني. على الله 2-0 ان شاء الله. عبد الله السعيد 1-0. لا الاثنين يبقى متى بقى؟ الزمالك دول راحت عليه، ده لسه حبيبي، لسه يا بابا، لسه عليه. 3-0 ان شاء الله. 2-0. مين هيدخل الجول انت؟ عبد الظاهر ومتهيألي ايمن حفني واحمد علي وباسم مرسي. اكسب 2-0. الاجوان، الاجوان اجيبها وليد سليمان وعماد متعب ان شاء الله. الاهلي طبعا. اكسب 2 يعني؟ لا اكتر من كده ان شاء الله. اكسب كام؟ 5. 3-0. مين دخل الاجوان؟ مين اللي هيلعب اصلا؟ طب الناس اللي طالعه مين اللي هيكسب؟ هيخسروا وماشي خالد بيبو، الزمالك، خالد ارضيه وفاروق وبيبو. والهدف الثابت. يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا راجل.